نجي الآن لموضوع تطبيق الدهان. هلأ هنا بدأنا نحن ندخل بقى بمشترك طرق مهم جدا. احنا شفنا طريقة تطبيق الإيبوكسي اللي هو ذات التسوية، وشفنا طريقة تطبيق الإيبوكسي اللي هو يحتوي مزي. الآن النقطة الأهم من هذا كله انه انا لما بيجي اشتغل بشيء من هذا النوع سواء هيك او هيك، من المهم جدا هون اتخاذ الامور الضروريه. اليوم ان شاء الله انتهى، وبنشوفكم الدرس القادم. تسويه نحن بنقصد فيها اللي بنسميها باللغه الانجليزيه سيلف ليفلينج. نحن هون انه بطلاء الايبوكسي في عندي حالتين، يا يحتوي مذي يا خالي من المذي. وكل واحدة من هدول عندي منها حالتين، يا عندي حيكون جاف يا حيكون في رطوبة. يعني هاي حيكون عندي هون جاف وعندي هون في رطوبة، تمام. هلأ هوني ضمن هالخيارات هاي اللي احنا حددناها، لما بروح انا مثلا عند زبون واتفق معاه انه انا راح اعمل له طلاء ايبوكسي، وهذا طلاء الايبوكسي ممكن ان يكون مثل ما قلنا، ممكن ان يكون يحتوي مذي ويمكن ان يكون خالي من المذي. طيب هلا انا شو هو المعيار اللي بخليني انا اختار بين هذا وبين هذا؟ هلا نحن اذا بدنا نجي، يا ريت اللي معه قلم هلا عندكم يسجل هاي الملاحظات، لانه هاي الملاحظات في غايه الاهميه. هلا بدانا بالتسجيل، لازم انتم تسجلوا. بالمنتجات التي تحتوي مزيد عاده بيكون سعرها شوي منخفض، بينما المنتجات الخاليه من المزيد بيكون سعرها مرتفع مقارنه فيها، يعني في فرق سعر. ولكن بالمقام الثاني المنتجات الخاليه من المزيد عندما ندهنها بالرول تفرد أكثر بكثير من المنتجات التي تحتوي مزيد. نقول مرة ثانية، إنه المنتجات التي تحتوي مزيد بتكون سعرها أرخص من المنتجات اللي بتكون خالية من المزيد، يعني الخالية من المزيد بتكون أغلى. ولكن عند تطبيق المنتجات الخالية من المزيد بالرول فإنها ستفرد أكثر بكثير من المنتجات التي تحتوي مزيد. ليش؟ يعني لأنه بموجب المعادلة اللي إحنا قلنا عليها نسبة المواد الصلبة بالمنتجات الخالية من المذيب هي 100%. فبالتالي لما بدي حط أنا فوق بالمعادلة بدي أقول أنه 100 ضرب 10 وقسمها مثلا على 100 مايكرون رح يطلع لي أنه بيعمل 10 متر مربع باللتر. بينما إذا كانت نسبة المواد الصلبة بالنسبة للمنتج الذي يحتوي مذيب هي 55%، فإذا 55 ضرب 10 وراح أعطيها نفس السماكة، يعني راح أعطيها سماكة 100 مايكرون، فصار عندي 550 تقسيم 100 بيطلع معي 5 أمتار ونص. يعني لاحظوا أنه معدل الفرد كان بالنسبة للمنتج الخالي من المذيب هو الضعف، يعني هي بتعرف يعني بتفرد ضعف المساحة. إذا كان هذا بيعمل 100 متر المفروض ذاك يعمل 200 متر. ولكن أيضا نقطة ثانية لازم نحطها بالاعتبار، البوت لايف أو زمن الاستخدام بعد الخلط بالنسبة للمنتجات اللي خالية من المذي أقل بكثير من المنتجات التي تحتوي مذي. يعني أنت بعد ما تحط المصلب على الدهان وتحركه الوقت المتاح لحتى أنت تطبق المنتج بالنسبة للمنتجات الخالية من المذيب أقل بكثير من المنتجات التي تحتوي مذيب. يعني هو صار في عندي مشكلة في التطبيق،
حلها انه يا اما انه انا لما بخلط العبوه لازم اقسمها على كذا صنايعي يشتغلها، او اذا كنت انا لوحدي في الموقع او احنا عددنا قليل ففي هالحاله لازم نخلط كميات قليله، يعني ممكن اخلط انا 3 4 كيلو 3 4 كيلو 3 4 كيلو حتى انتهي منها كامله، لانه الوقت المتاح بعد الخلط قليل. المنتجات ايضا التي تحتوي مذيب ذات رائحه قويه، المنتجات الخاليه من المذيب ما فيها ريحه. المنتجات التي تحتوي مذيب يتم اضافه تنر، يعني انا بدي ادفع ثمن تنر كمان لازم اشتري تنر، بينما المنتجات الخاليه من المذيب ممنوع استخدام التنر فبالتالي تستخدم كما هي. المنتجات التي تحتوي مذيب في غالب الشركات يكون مستوى اللمعه فيها منخفض، يعني بتكون مستوى اللمعه 65% 60%، يعني هي اقرب الى النص لمعه من كونها لمعه. بينما المنتجات الخاليه من المذيب بتكون نسبة اللمعة فيها 100% وأحيانا 110%، يعني شديدة اللمعة. فإذا أنا بناء على هذا الكلام صار في عندي مجموعة من العوامل اللي بتخليني أنا أختار هذا المنتج أو هذا المنتج، مثل ما قلنا السعر، معدلات الفرد، الريحة، طريقة الاستخدام، كل هذه الأمور رح تكون عامل بأنه أنا أختار هذا المنتج أو هذا المنتج. هلا لما بكون انا عندي، لما انا اروح باتجاه اني انا اختار منتج يحتوي مذيب، فلا بد في هذه الحاله من استخدام اساس يحتوي مذيب، ويجب ان يكون الوجه النهائي ايضا يحتوي مذيب. بمعنى انه انا بهالحاله لما بدي اروح اشتري اساس، اذا كانت الارضيه جافه فبهالحاله لازم اخذ اساس ايبوكسي يحتوي مذيب، ولكن إذا كانت الأرضية رطبة يجب أن أختار أساس إيبوكسي مائي. فإذا هنا لما بيكون الأرضية جافة لازم أنا أختار أساس إيبوكسي يحتوي مذيب، ولكن لما بكون الأرضية رطبة لازم روح باتجاه الأساس الإيبوكسي المائي، يعني أساس إيبوكسي يضاف له الماء. ولما بدي استخدم انا منتجات خاليه من المذيب، لما بروح انا باتجاه الاراضي الجافه بهالحاله بدي استخدم اساس ايبوكسي خالي من المذيب، ولكن لما بدي روح بالمناطق اللي فيها رطوبه لازم روح باتجاه اساس خالي من المذيب ولكن من النوع المخصص للمناطق الرطبه. وكذلك الامر بالنسبه للتشطيب. هلا لما انا بدي اشتغل ايبوكسي ذات التسويه، ففي هالحاله صفينا عم نتكلم حصرا عن منتجات خاليه من المذيب، يعني هون بالارضيات اللي هي نحن بنساويها من الا نحن سيلف ليفلينج ما عندنا شيء اسمه ايبوكسي يحتوي مذيب. إذن هنا حصرا عم نستخدم مواد خالية من المذيب بدءا من الأساس وانتهاءا بالتشطيب، ولكن هون وسيلة التطبيق هي الرول أو الرش، هون في هذا المكان وسيلة التطبيق هي الصب، إنه أنت لازم تسكب الدهان على الأرض وتفرده بالمالج أو تفرده بمساحة أو تفرد بأداة فرد مناسبة وتستخدم معاه حذاء الإيبوكسي وتستخدم معاه رولة إزالة الفقاقيع. هلا حندخل نحن بكل واحد من هدول بالتفصيل ونشوف كيف بيتطبق وشو هي الوسيلة الأفضل للتطبيق. ولكن أنا بدي أصير هون لنقطة كثير مهمة، إنه إحنا أو غالبية الدهانين اللي بيشتغلوا بموضوع الإيبوكسي عادة هو بيجي مثلا لما بده يشتغل بعبوة الإيبوكسي بيفتح العلبة بيضيف عليها المصلب بيحرك وبيبدأ يغط الرول ويفرد على الأرضية وكأنه عم يدهن على حيطان مثل دهان المباني. طبعا هذا الشيء لا بأس به من الناحية الفنية، ولكن لازم أنت تعرف نقطة مهمة، أنه أنت كل ما عم بتغط الرول داخل العبوة وبتحرك الرول بحيث أنك أنت تاخذ البوية،
فأنت بهالحالة عم تعمل على تحريض على التفاعل، يعني أنت عمليا عم تسرع من جفاف الإيبوكسي، وهذا الشيء سيؤدي حكما إلى أنه الوقت المتاح للاستخدام يقل، يعني زمن الاستخدام بعد الحرق بعد الخلط أنت عم بتقلله. يعني لو فرضا مثلا أنت هذا المنتج متاح معك ساعتين، بعملية التحريك هي ممكن يصير معك ربع ساعة أو ثلث ساعة. فلذلك يفضل دائما أنه أنت لما تخلط أنك أنت تنقل المواد الموجودة بالعبوة، إما تسكبها على الأرض أو تحطها بدرج تبع الدهان، بحيث أنك أنت تقلل أو تخلي الدهان يتوسع ينتشر بمكان ما، وبالتالي العناصر اللي عم تتفاعل مع بعض بتصير حلقات اللي رابطة بيناتها واسعة، وبالتالي حتعطيك وقت أكثر أنك أنت تتعامل مع المنتج، تفرده بالرول، تدهنه بالفرشة، تعمل اللي أنت بدك إياه. فلذلك نحن دائما بننصح أنه بالنسبة للمنتجات اللي بتكون خالية من المذيب، أو حتى المنتجات اللي فيها مذيب، لو بدك تفردها على الأرض أنك أنت تحط المواد تسكبها سكب على الأرض ثم تفردها بالرول. ولكن مثل ما قلنا ما في شيء يمنع أنه هي تبقى ضمن العبوة، ولكن لازم تكون سريع، أو مثلا أنه أنت تخلط العبوة وتوزعها بين 3 أو 4 دهانين موجودين في المكان. هلأ رح نشوف شوية فيديوهات بتشرح هذا الكلام ونرجع نتكلم بالتفاصيل. الآن إحنا لما بدنا ندهن أساس يحتوي مذيب، لاحظ إنه أنا هون شو عم ساوي؟ سكبنا الأساس على الأرضية ثم قمنا بفرده بالرول على كامل المكان. طبعا هلأ أنا في البداية بنصح بشيء مهم جدا قبل ما نكمل الفيديو، من الضروري جدا انه انت اول مثلا خلينا نقول اول متر او مترين انك تخلي البويه ضمن العبوه وتغطي الرول وتبدا تدهن. الهدف انه الروله بالكامل تتبلل بالايبوكسي، يعني تصير هي الروله مبلوله بالايبوكسي، ثم بعد ذلك بامكانك انه انت تفرد البويه على الارض وتفرد بهالحاله، لانه الرول حتمشي بمنتهى السلاسه معك. طبعا الهدف من هذا الموضوع انه انت لما تفرد بالرول، الهدف انه انت تبلل كامل السطح باساس الايبوكسي. ودائما اساس الايبوكسي المخصص للارضيات يجب ان يكون حصرا شفاف. ليش حصرا شفاف؟ يعني هلا في ناس مثلا ممكن تروح انت على الشركات ويقولوا لك ان احنا عندنا اساس ابيض للارضيات. طبعا هذا الكلام غير صحيح، لانه من المفروض انه احنا بدنا نستخدم مواد تدخل إلى أعمق نقطة في الخرسانة بعد السنفرة، وبالتالي يجب أن تكون هذه المادة لا تحتوي أي نوع من أنواع البودرات أثناء التصنيع. فإذا كان لونه أبيض فهذا يعني أنه هم إما حاطين فيها بودرة أو حاطين فيها نوع من أنواع الملونات على شكل بودرة، وبالتالي فهي لن تتغلغل ضمن الأرضية. لذلك من المهم جداً أثناء التطبيق أنه نحن نستخدم أساس ويكون هذا الأساس شفاف حتى يتغلغل إلى كامل الأرضية. طبعا مثل ما حكينا الهدف الأساسي هو تبليل كامل الأرضية أو كامل المساحة بأساس الإيبوكسي حتى تتشربه الأرض، وبالتالي يكون جاهز لاستقبال الطبقات اللاحقة. طبعا هنا ما في داعي للبس حذاء الايبوكسي، انت بتكون واقف على الارضيه الجافه وبتدهن بمنتهى السلاسه. تمام، في حدا عنده سؤال لهون؟ في حدا عنده استفسار؟ طيب لما بكون انا عندي اساس خالي من المذيب، فبهالحاله بيكون الاساس سواء كان مخصص للرطوبه او مخصص للارضيات الجافه بيكون الأساس لزج ثقيل، فبالحالة الأفضل وسيلة للتطبيق هي المالش،
بهالحالة بسكب الأساس أنا وببدأ عملية فرد الأساس باستخدام المالش، وبهالحالة بستخدم الطرف المستوي يعني الطرف المستقيم. فيك تستخدم أنت المالش تبع اللياسة، فيك تستخدم مالش بلاستيك، كل أنواع المالش في هذه الحالة ممكن استخدامها، بشرط أن يكون الطرف مستوي وتكون يكون المالش بالمقاس اللي أنت بترتاح فيه. طبعا هاي المعالج تجي بعدة مقاسات، ممكن تلاقي أنت مثلا مقاس 30 سم، 40 سم، في منها 50 سم. هذه الطريقة التي يتم فيها فرد الأساس. لاحظوا بهالحالة نحن عم ندفع الأساس على كامل الأرضية، بحيث أنه هو يبلل أيضا كامل الأرضية الخرسانية، بحيث أنه هي تتشرب بشكل كامل وما يضل أي آثار على السطح. طبعا كمان ما في شيء يمنع أنه إحنا نطبق هذا الأساس بواسطة الرول، ولكن مثل ما قلنا نقطة مهمة، أنه هون عندنا زمن الاستخدام بعد الخلط أقل بكثير، فهذه الطريقة اللي عم نستخدمها الآن بتعطيني وقت أطول. يعني أنا ممكن أستخدم المنتج بمنتهى الأريحية بدون ما يصير معي مشاكل أنه مثلا العلبة تبدأ تسخن، المواد تتقل، الرولة ما تعد تمشي معي على الأرض، لأنه أنا بهالحالة بكون كل ما عم بحط الرول او كل ما عم بحرك الرول كل ما عم بزيد التفاعل. ولكن لما عم بفرده انا بالمالج بهذه الطريقه فبصير في مثل عمليه تبريد للمنتج، انا عم بفرده على مساحه كبيره، هذه العمليه بتبرد الايبوكسي وبتسمح له انه هو ياخذ وقته يعني بالتفاعل مع المصلب، وبيعطيني انا المجال اني انا افرده على كامل الارضيه بدون ما يصير معي مشاكل من ناحيه انه والله المنتج تكتل او تجمع او بدأ يسخن او بدأ يتحول الى جل ضمن العبوة. واضح لهون؟ حدا في عنده سؤال؟ حدا في عنده استفسار؟ فاذا هون سواء كان منتج يحتوي مذيب او خالي من المذيب يمكن تطبيق الاثنين بالرول، ولكن بما انه المنتجات الخالية من المذيب زمن الاستخدام بعد الخلط قليل قصير، فبهالحالة يفضل فرده بالمالج، بينما المنتجات التي تحتوي مذيب لا يفضل تطبيقها بواسطة المالج لأنه تحتوي كمية كبيرة من المذيبات ونحن ما بدنا نركز المذيبات بمكان واحد، لذلك يفضل استخدام الرول بالفرد. واضح؟ في حدا عنده سؤال لهون؟ طيب ننتقل الآن إلى مراحل تطبيق الدهان. لاحظوا هنا فيديو لطريقة خلط الأساس، نحن هون عم نخلط أساس، ثم هون لاحظ أنه هو خلاه ضمن نفس العبوة، هذا عبارة عن دهان يحتوي مذيب يتم فرده بواسطة الرول. الهدف هو تبليل الأرضية بشكل كامل بحيث أنه هي تتشرب الأساس. يعني هون عملية التطبيق سهلة ومريحة، لا تتطلب أنه يكون مثلاً الصنايعي عنده خبرة عالية، ممكن أنه أنت تدرب أي شخص أنه هو يقوم في هذه المهمة. طبعا بعد مرور 24 ساعة حتكون الأرض جفت، الأساس جف، نبدأ بتطبيق الدهان. هلأ لما بيكون عندنا سواء كان عندنا دهان خالي من المذيب أو دهان يحتوي مذيب، لما بيكون عندي دهان يحتوي مذيب نطبقه بطريقة الرول نفس الطريقة اللي طبقنا فيها الأساس،
بنخلطه مع المصلب، بنحط عليه تنر، ممكن انه احنا نحط عليه 10% 15%، ثم نبدأ بتطبيقه بواسطة الرول. هون بهالحالة هون في عندك مو تبليل، هون في عندك فرد للدهان بحيث انه يعطيني شكل متناسق، ما لازم تظهر علامات الرول على الأرضية. لذلك يفضل تطبيق هذا المنتج في مكان ما يكون فيه هواء، يعني ما يكون فيه مجرى هوائي يخلي انه المنتج يجف بسرعة، وبالتالي ممكن انه يعمل معك علامات او حركات الرول على السطح. ايضا من المهم جدا هون انه احنا لما بدنا نشتغل لازم نحط بالاعتبار انه احنا يكون في كذا شخص، يعني كذا شخص في المكان، ناس تتولى عملية الخلط وناس تتولى عملية الدهان. ولكن عادة بالمنتجات اللي بتتم باستخدام الرول، هذا النوع من المنتجات بيكون سهل تطبيقه. عندما نستخدم منتجات خالية من المزيب بواسطة الرول، يفضل أن نحن نخلط كميات قليلة أو أن العبوة تتوزع على كذا دهان حتى يكون معنا وقت لفردة، لأنه هون الوقت حيكون أقل بكثير. إذن نرجع بنعيد المراحل، عملنا اختبار رطوبة، حددنا إذا الأرضية فيها رطوبة ما فيها رطوبة، عالجنا التشققات، شفنا كيف بنعالج التشققات، بعدين حفينا الأرضية أو صنفرنا الأرضية بواسطة ديسك ألماس، أزلنا الغبار، نظفنا الأرضية بشكل جيد من الغبار. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة تطبيق الأساس، إذا في رطوبة نستخدم أساس مناسب للرطوبة، ما في رطوبة بنستخدم الأساس الاعتيادي، ونبدأ بتطبيق الأوجه النهائية. بالنسبة للأوجه النهائية يجب أن يكون الوجه النهائي على شكل وجهين، يعني أنت بتعمل طبقة أساس وطبقتين من الطلاء، ويفضل أن يكون الوجهين تبع الطلاء، الوجهين النهائيات يجب أن يكونوا متعاكسين مع بعضهم البعض. يعني أنا إذا عملت وجه بهذا الشكل بعمل وجه بهذا الشكل، بحيث أن هم يكونوا متصالبين على بعضهم البعض. ومثل ما قلنا بنحاول انه ما يكون في اي اثر او علامات لحركه الرول. النقطه المهمه بهذا الموضوع انه ايضا الزوايا يجب ان تنفذ بالكامل بواسطه الفرشه في محيط غرف التصريف، البلاليع، الاعمده، الكذا، كلها تنعمل بالفرشه بشكل جيد. ايضا بالنسبه لدهان الايبوكسي الذي يحتوي مزيب، يجب اضافه 10% تنر إذا نحن عم نشتغل بالرول، يضاف له 5% تنر إذا إحنا عم نشتغل بمكنة الإيرلس أو مكنة الرش اللاهوائي. في حد عنده سؤال؟ الشباب بعضهم موجودين؟ كلكم معنا؟ موجودين. تمام تمام. طيب هلأ بدنا ننتقل للمنتجات اللي هي بتكون خالية من المزيب، وبنفس الوقت بدنا نطبقها بطريقه الايبوكسي الذاتي التسويه. بالايبوكسي الذاتي التسويه في مجموعه من المعدات من الضروري جدا توفرها حتى انا اقدر اطبق الايبوكسي الذاتي التسويه. اول هذه المعدات اللي هي نحن قلنا المالش الخاص بالفرد. طبعا هذا المالج هو أبسطه على الإطلاق، عبارة عن مالج معدني. هذا المالج المعدني بيجي على شكل منشار، واضح بالصورة بالنسبة للجميع؟ إذن هو بده يكون على شكل منشار. طبعا أنت لما بتروح بدك تشتري هذا المالج، في بالسوق بتلاقي نوعين منه، في نوع اللي هو بيجي على شكل الأسنان تبعه على شكل مربعات. هذا المالج لا يستخدم في مجال الإيبوكسي، وإنما يستخدم في مجال لاصق السيراميك. هذا المالج المسنن يستخدم لفرد الإيبوكسي، وهو بيكون عادة بتوفر بعدة مقاسات، في منه مقاس 30 سنتي، في 35 سنتي، في 40 سنتي، في 50 سنتي. وعن هذا يعتبر أبسط أنواع المعدات للفرد، وأرخصها ثمناً وأكثرها توفراً. هذا بنفرد فيه الايبوكسي، وحنشوف كيف بينفرد فيه الايبوكسي.
المعدات الثانية هي أيضا نفس المعدة اللي نحن شفناها ولكن على شكل أصغر، مثل هاي القطعة، هذه بتجي بمقاس 17 سنتي. هذه تستخدم لحتى نقدر نحن نفرد الإيبوكسي بالمناطق الضيقة، في المناطق التي لا يمكن استخدام المالج السابق. فبها الحالة نستخدم هذا النوع من الموالج، أو فيكم تسموه مثلاً مشحاف، في ناس بتسميه كف، في يعني فيكم تطلقوا التسمية اللي أنتم بدكم إياها، ولكن الأهم أنه يكون في هذه التسننات اللي أنت عم تشوفها هون، هي مهمة جدا تكون موجودة. أيضا من ضمن الأدوات اللي ممكن لازم تكون موجودة، بالنسبة للمساحات الكبيرة يستخدم نوع معين من نوع أنواع المساحات، مثل هذه الموجودة بالصورة. ما بعرف إذا الصورة واضحة بالنسبة للجميع، واضحة الصورة؟ هذه الصورة مثل ما لكم ملاحظين، في هون عندنا مثل هون في عندنا مثل مسننات، وهذه القطعة السوداء هي عبارة عن قطعة متحركة تنزل إلى الأسفل وإلى الأعلى. وهلا لما بتنزل إلى الأسفل فأنت بهالحالة بإمكانك تعير السماكة تبع الإيبوكسي اللي أنت بدك تنفسه. يعني فرضا جيت أنا قلت بدي أعمل إيبوكسي بسماكة 2 ملي، فلازم هذه القطعة السوداء تنزل إلى الأسفل وتكون بعيدة عن آخر سن الحديد إلى الأعلى 2 ملي. إذا تنزلق إلى الأسفل بحيث يكون ارتفاع عن الأرض أو عن آخر سن المعدني 2 ملي بالسماكة اللي أنا حددتها، ثم برجع أنا بشد البراغي هاي كلها بثبتها بشكل جيد، وبستخدم هذه المساحة في فرد الإيبوكسي، وخصوصا إذا كان عندي المساحة كبيرة. طبعا هذه في منها يعني في منها مقاسات تبدأ من 50 سنتي، في 60 سنتي، في 70 سنتي. كل ما كانت المساحة أكبر يفضل تكون المساحة أكبر. شكل آخر من أشكال المساحات مثلا هذا النوع من المساحات، هذا مثل ما كنتم ملاحظين بيجي كمان على شكل مسنن. أيضا هذا النوع من المساحات يستخدم في فرد الإيبوكسي بالمسطحات الكبيرة، ولكن هون ما بنقدر نعير السماكة، هون السماكة بتجي وحدة ثابتة. فإذا كان مثلا بتشوف أنت قياس هذه المساحة مثلا هو خلنا نفرض 1 ملي، فأنت دائما بتاخذ 1 ملي بهذه المساحة. تمام؟ أيضا رح أحتاج لهذا النوع من الأعمال أني ألبس أنا حذاء خاص. هذا الحذاء بيكون بهذا الشكل، عبارة عن حذاء في أسفله في مسننات أو براغي، وهذه البراغي لازم تكون من النوع الغير قابل للصدى، لأنه إذا كانت من النوع اللي بيصدي فهذا الصدى ممكن يترك آثار على الإيبوكسي. في ناس بتحاول أنه هي تسترخص وبتروح بتجيب مثلا ممكن تجيب قطعة خشبية وتثبت عليها براغي عادية، هذه البراغي إذا كانت من النوع اللي بيصدي فهذا الصدى ممكن يترك آثاره على الإيبوكسي وبالتالي يخرب لي الشغل، وبهالحالة ممكن أضطر أني أنا أعيد الشغل مرة تانية. طبعا هنا في أشكال عديدة ومتنوعة من هذه الأحذية، في منها طويل، في منها قصير، في منها بيجي مثلا على شكل حذاء مثلا مثل هذا، لاحظ، في منها بيجي مثلا بهذا الشكل، هذا نوع من أنواع أحذية الإيبوكسي. هذا ربر مطاطي بيتحرك بالحذاء كيف ما أنا بدي، في منها بيجي بالطريقة اللي أنتوا شفتوها، عبارة عن حذاء له مسننات. وأيضا رح أحتاج كمان لمعدة مهمة جدا اللي هي نحن بنسميها رولة الفقاقيع. رولة الفقاقيع بتجي بهذا الشكل، هذه الرول تستخدم في إزالة الفقاقيع الهوائية من على الإيبوكسي. بعد ما أنا بفرده بالمالج يجب أن أستخدم هذه الرول على سطح الإيبوكسي بهدف إزالة الفقاقيع الهوائية اللي ممكن أنه هي تحتجز تحته. هلأ حنشوف فيديو صغير ونرجع منكمل الشرح مرة تانية، لأنه في كتير أمور متعلقة بهذا الموضوع.
لاحظوا هون عم نشتغل نحن الايبوكسي ذات التسويه او سيلف ليفلينج مثل ما بيسموه بالانجليزي. لاحظ انه هو عم بيفرد الايبوكسي بواسطه المالج، وبما انه هو ذات التسويه فالاثار اللي بتكون نتيجه المسننات تبع المالج تختفي بشكل تلقائي بعد ان انه انت ترفع ايدك عن الدهان. لاحظ كل المشاكل الموجوده هون على السطح تختفي بشكل تدريجي نتيجه انه هذا الدهان من النوع الذاتي التسويه او سيلف ليفلينج. لاحظ كيف عم نحن عم نسكب طلاء على الارضيه سكب بهذه الطريقه، ثم يتم، لاحظ كيف انه انت بمجرد ما فردت الدهان تختفي اثار المسننات اللي عم تظهر نتيجه عمليه الفرد. هلا السؤال المهم، واللي هلا معظم الناس اللي انت بتشوفهم او اللي بتشوفه انت على اليوتيوب، اللي هي للناس اللي بتطبق هذا النوع من انواع الايبوكسي بهذه الطريقه، السؤال المهم انه ليش بتطلع فقاقيع بهذا الدهان، وليش ما بتطلع فقاقيع بالدهانات التي تحتوي مذيب، او ليش ما بتطلع فقاقيع لما احنا بنطبق دهان خالي من المذيب ولكن بنطبقه بالرول. يعني ليش هون عندي فقاقيع بينما هناك لا يصدر اي نوع من انواع الفقاقيع؟ شو السبب؟ هلا السبب الاساسي لهذا الموضوع انه احنا لما بنيجي بدنا نشتغل على ارضيه خرسانيه، هذه الارضيه الخرسانيه نحن عم نسنفرها بديسك الماس، وبالتالي نحن عم نفتح المسام الموجوده في هذه الارضيه الخرسانيه بحيث انه هي تتشرب مواد الايبوكسي. لما احنا بندهن طبقه الايبوكسي اللي هي الاساس، طبقه الاساس او البرايمر اللي بيسموها، الان هذه الطبقه سوف تتغلغل ضمن المسام، ولكن لنفرض جدلا انه هذه الكميه من الاساس او هذه الطبقه من الاساس كانت غير كافيه لاغلاق المسام الموجوده بالخرسانه، يعني ما زال هناك مسام مفتوحه، ما زالت الارضيه الخرسانيه تتنفس. في هذه الحالة هذا الهواء المحتجز ضمن هذه التجاويف، خلينا نسميها تجاويف الأرضية، عندما يتم تطبيق الإيبوكسي بسماكات عالية بالطريقة اللي شفناها، فإذا هون رح يكون عندي هذه طبقة إيبوكسي بهذا الشكل. جيت أنا حطيت الطبقة الثقيلة اللي هي نحن عم نحطها عن طريق السكب، وبهالحالة بدها تكون بسماكة عالية 1 ملي 2 ملي 3 ملي على حسب المواصفة المحطوطة. فلنفرض انه هي 2 ملي، فأنا عم بحط 2 ملي من الإيبوكسي كمادة أغلقت مسام الخرسانة. ولكن المشكلة هنا انه نحن قلنا انه الإيبوكسي نتيجة تفاعله مع المصلب ينتج عن هذا الموضوع حرارة. يعني أنت لما تخلط الإيبوكسي مع المصلب، إذا خليتهم بنفس العلبة وما عملت أي شيء، حتلاحظ أنه هذه العبوة بدأت ترتفع درجة حرارتها، ثم بعد قليل بدأ يصدر منها دخان، بعد قليل سيتحول السائل الموجود إلى جل، ثم سيتحول هذا الجل إلى طبقة صلبة على شكل صخر. إذن هنا هذه الحرارة الناتجة عن هذا التفاعل ستؤدي أيضا إلى ارتفاع درجة الهواء المحبوس ضمن فجوات الخرسانة. نحن عم نرفع درجة حرارة الهواء، والهواء الحار فيزيائيا يصعد إلى الأعلى ويحل محله الهواء البارد، صح؟ هون عندي الهواء الحار سيرتفع إلى الأعلى، ما في عندي هواء بارد يحل محله لأنه طبقة الإيبوكسي أغلقت المجال. فإذا هذا الهواء الحار عندما سخن سيصعد إلى الأعلى
وبده يحاول يخترق طبقة الدهان الإيبوكسي اللي موجودة، وبهالحالة بيخترقها على شكل فقاعة. هلأ هذه الفقاعة في حال إذا كان أسعفها الوقت إنه هي توصل إلى السطح وتنفجر، فإن الانفجار نتيجة إنه الإيبوكسي ذات التسوية سيغلق مكانه وبصير بيرجع السطح مستوي. أما إذا كان الوقت لم يكن كافيا لهذه الفقاعة أن تخترق الطبقة، فإنها تبقى على شكل تجويف هوائي ضمن سماكة الإيبوكسي، مما يضعف من طبقة الإيبوكسي. أو من الممكن أن توصل إلى السطح وتشكل فقاعة، ولكن هذه الفقاعة لا تنفجر، وبالتالي لما أنت بتجي تاني يوم بتلاقيها جافة وبتشيل هذه الفقاعة الهوائية بإيدك، ستترك حفرة على شكل فقاعة على سطح الإيبوكسي، لا يمكن إخفاء هذا العيب. إذا السبب الأول أن يكون الأرضية غير مشبعة بالأساس، يعني لازم تكون معناتها بالإيبوكسي ذات التسوية الأرضية مشبعة تماما بالأساس، يعني ممكن أنت بهالحالة تعمل طبقتين أساس، ممكن طبقة واحدة غير كافية. هلا شو اللي بيحدد؟ انت لما بتشوف انه انت لما دهنت الاساس تجي مثلا بعد 4 5 ساعات لقيت انه الارضيه شربت الاساس كله ولم تترك له اثرا، بهالحاله انت بحاجه انك تعمل طبقه ثانيه. لو جيت لقيت الارضيه عم تلمع لانه عليها طبقه اساس، يعني صارت كلها لماعه، بهالحاله اوكي معناتها هون طبقه الاساس كانت كافيه واغلقت مسام الارضيه بشكل كامل. هذا السبب الاول لظهور الفقاعات. إذن الحرارة الناتجة عن الإيبوكسي تسخن الهواء ضمن فجوات الخرسانة، والهواء الحار يصعد إلى الأعلى يخترق طبقة الإيبوكسي على شكل فقاعة. إذا أسعف الوقت ستختفي الفقاعة، وإذا لم يسعفه الوقت سيتشكل فقاعة تشوه المنظر. رول الفقاقيع دوره أنه هو يساعد هذا النوع من الفقاعات بالوصول إلى السطح ويعمل على تفجيره. طيب قلنا نحن انه هذا السبب الاول، طيب السبب الثاني شو؟ منتجات الايبوكسي الخاليه من المذيب واللي تستخدم في موضوع ذات التسويه عاده تكون لزوجتها عاليه، يعني ثقيله، يعني ما سائله مثل المي، هي اشبه ما يكون بالعسل، ماده ثقيله لزجه. هذه الماده الثقيله لما أنت بتحركها مع المصلب وعم تعمل عملية التحريك، هذه العملية تؤدي إلى احتباس فقاقيع هوائية ضمن السائل، وبالتالي لما أنت بتفرده على الأرض أيضا هذه الفقاقيع الهوائية ستحاول جاهدة أنه هي تطلع من السائل. بهالحالة لابد من مساعدتها باستخدام رول الفقاقيع حتى تطلع من السائل. أيضا من ضمن الأمور التي تستخدم مع منتجات الإيبوكسي ذات التسوية أو السيلف ليفلينج أنه يضاف لها رمل السيليكا. هذا الرمل، رمل السيليكا، هو عبارة عن الرمل الموجود في الصحراء، الرمل الناعم، رمل الصحراء، بيكون مكوناته هي حبيبات السيليكا. هذا النوع من الرمل يضاف إلى طبقات الإيبوكسي هي ويتم خلطه معها وتسكب على الأرضية بهدف أنه هي تدعم طبقة الإيبوكسي، يعني تعطيه تدعيم كأنه حديد تسليح. لما بدي أعمل سماكة عالية 2 ملي 3 ملي فبحط له أنا رمل سيليكا. إضافة هذا الرمل سيزيد من لزوجة المادة، رح يزيد من سماكتها، رح يخليها تقيلة أكثر، وبالتالي رح تطلع فقاقيع أكثر. الرمل أثناء سكبه إلى داخل الإيبوكسي سيدفع معه حبات الهواء بحيث أنه هي تنزل ضمن السائل، ونتيجة عملية التحريك ستحتجز هذه الفقاقيع ضمن السائل. فلما نفرد نحن الإيبوكسي على الأرضية رح يطلع أيضا في فقاقيع، لازم نساعدها أنه هي تختفي باستخدام الرول تبع الفقاقيع. في حدا عنده أي سؤال؟ في حدا عنده أي استفسار؟ فإذا هنا لما نجي نحن نتكلم عن الأرضيات قلنا أنه من المهم جدا
انه احنا نحط في الاعتبار انه في عندنا بالإيبوكسي ذات التسوية في مجموعة من الأمور المهمة التي يجب أخذها في عين الاعتبار: تشبيع الأرضية بالأساس بحيث أنه إحنا نسكر المسام الخاصة بالأرضية. اثنين، لابد من أنه نحن هذه الأرضية لما نطبق عليها طبقة الإيبوكسي نساعد هذا النوع من الطبقات أو هذا النوع من الأطلية على استخراج الفقاقيع الموجودة ضمنه. تمام؟ واضح لهون؟ في حد عنده أي سؤال؟ واضح أستاذ، واضح. تمام، رح نحكي هلأ بشغلة تانية، وهذه الشغلة في غاية الأهمية أيضا. لما نحن بدنا نجي قلنا هلأ نحن صار عندنا نوعين من الطلاء. في عندنا طلاء ايبوكسي، قلنا هذا يطبق بسمكات من 200 الى 250 مايكرون، وقلنا انه في عندنا ايبوكسيات ذاتيه التسويه، وهذه تطبق بسمكات 1 ملي، 2 ملي، 3 ملي، 4 ملي، 5 ملي، وهكذا. هذا النوع من الاطليه سواء الذات التسويه او طلاء الايبوكسي، لابد هون نحط في الاعتبار موضوع التكلفة عند الاختيار بين الطبقة. يعني انت سأجل عندك صاحب مكان قال لك والله عندي انا مستودع، وانا هذا المستودع حابب اعمله ايبوكسي. طيب انا كبائع، كشخص بشتغل بالايبوكسي، المفروض انه صاحب المكان حيجي يسأل لي انت شو رأيك، شو نحط ايبوكسي؟ فانا لما بدي جاوبه لازم يكون في بين ايدي عدة عوامل. العامل الأول موضوع التكلفة، يعني هل الزبون هذا عنده استعداد يدفع مبالغ كبيرة؟ لأنه هون لما عم نحكي نحن عن إيبوكسيات بسماكات عالية، فهذا يعني أنه المعدلات الفرد رح تكون قليلة جدا، لأنه نحن هون مثلا لما عم نحكي بالمعادلة تبعنا عندنا نحن دائما بما أنه هذه منتجات خالية من المذيب فنسبة المواد الصلبة 100%، فإذا 100% 100 ضرب 10، هلأ إذا كانت السماكة 1000 مايكرون يعني 1 ملي، ففي هالحالة رح يكون الجواب عندي هون 1 متر مربع باللتر. لاحظوا هون كيف معدلات الفرد كتير قليلة، يعني اللتر هون رح يعمل معي 1 متر، بينما لما قلنا نحن هون انه الخالي من المذيب، يعني قلنا فوق عنا 1000 مقسوم على 100 مايكرون اخذنا 10 متر مربع باللتر. لاحظوا معدل الفرد هون كيف فرق بشكل كتير كبير عن هون، يعني بين انه اللتر يعمل معك 1 متر مربع بين انه اللتر يعمل معك 10 متر مربع. لاحظ فرق التكلفة قديش، 10 اضعاف. يعني بالطلاء السعر بيكون ارخص بكتير كتكلفة، هذه اولا. فاذا الزبون اذا ما عنده قابلية انه يحط هذا الموضوع بالاعتبار، فمعناته انا حصرا رح اروح باتجاه الأطلية بواسطة الروف. الشيء الثاني، لو كانت هذه الأرضية غير مستوية، بمعنى أنه فيها طالع نازل، فيها حفار، فيها تجاويف، الأرضية غير مستوية، فيها ميول، هذا الكلام سيكون عائق في تنفيذ المنتجات الخالية من المذيب والذاتية التسوية. يعني انت لما تكون عندك الارضيه بهذا الشكل نازله هيك طالعه بعدين نازله بعدين طالعه بعدين، هلا هذا الكلام حتى انت تعمل له تسويه، فانت بهالحاله مجبر انك انت تعمل طبقه ايبوكسي بهذا الشكل. لاحظ قديش الطبقه سميكه، انه انت بدك تسكر كل هذا الفراغ، فبالتالي انت بحاجه الى كميه ايبوكسي كبيره. فبهالحاله منتجات الايبوكسي الذاتية التسوية لا تصلح لهذا الاستخدام.
إذا كانت الأرضية فيها ميول بهالشكل وهذا مستوى الإيبوكسي، لما أنا بدي صب الإيبوكسي ذات التسوية، الإيبوكسي ذات التسوية سينزلق بهذا الاتجاه، بدي أعبي هذا الفراغ أول وبعدين بيعمل تسوية بهذا الشكل. فهنا هيكون كمية الإيبوكسي اللي استخدمتها بهذا المكان عالية جدا، سترفع التكلفة بشكل كبير جدا. فبالتالي أنا لازم أروح باتجاه طلاء الإيبوكسي. الشيء الثاني أنه لما يكون مثلا أنا عندي المكان بدي أشتغل فيه ما في تهوية، أبو مكان بتروم يعني تحت الأرض، فالتهوية خفيفة جدا، بهذه الحالة لازم نروح باتجاه طلاء بالإيبوكسي خالي من المزيد، أو ممكن أعمل إيبوكسي ذات التسوية فقط، ما بإمكاني أستخدم منتجات تحتوي مزيب، لأنه بهالحالة رح يكون في عندي كمية مزيبات كبيرة ولا يمكن التخلص منها، فحتكون الريحة قاتلة بالنسبة للمكان. أيضا ممكن أنه أنا مثلا هذا المكان اللي أنا بدي أشتغل فيه ممكن يكون مسكون، يعني جزء منه مثلا هو مصنع، في عندك أقسام إنتاج وفي عندك مستودعات، إجا صاحب المكان قال لك أنت بدك تشتغل في المستودعات، فبهالحالة إذا استخدمت أنا أي منتج يصدر مزيبات بشكل كبير ورائحة قوية، فبهالحالة أنا رح أثر على أقسام الإنتاج اللي شغالة هلأ ما زالت تعمل، فبالتالي هون لازم أنا أيضا راعي هذا الموضوع. فإذا هنا عندي مجموعة كبيرة من العوامل اللي لازم أنا أحطها بالاعتبار قبل ما أنا أجي للزبون، والله أنت عندك الخيارات التالية، ممكن إحنا مثلا نعمل لك ذات التسوية هذا حيكلفك المتر كذا وكذا، وعندك طلاء إيبوكسي ممكن يكلفك المتر كذا وكذا. إذا أنت من ضمن معدات الفحص اللي في البداية لازم تكون موجودة معك بشكل أساسي، مثل ما قلنا اللي هي اختبار الرطوبة لازم يكون معك نايلون للزيت، والشيء الثاني كمان أيضا قبل الاتفاق لازم يكون معك إدة ألمنيوم، هذه الإدة الألمنيوم لازم يكون في معها ميزان ماء، وتقيس أنت وضع الأرضية هل فيها ميول ما فيها ميول، هل فيها حفر ما فيها حفر، هل الأرضية مستوية ما فيها مستوية، لأنه حتى لو كان مثلا الزبون عنده استعداد أنه يشتغل إيبوكسي ذات التسوية، إذا قال لك أنا ما عندي مشكلة بالفلوس، ولكن لما تجي أنت بدك تقول له للزبون أنا بدي أعمل لك إيبوكسي ذات التسوية، جيت أنت قلت له مثلا أنا بدي أعمل لك إيبوكسي ذات التسوية 2 ملي، إذا حطيت له أنت 2 ملي يمكن هذه تكون 2 ملي غير كافية لمعالجة هذه المشاكل، في عنده حفر مثلا 5 ملي، وبالتالي إذا بترجع أنت بتقول له للزبون رح أعمل لك طبقة تانية حيقول لك زادت التكلفة كتير، أنا ما كنت حاسب حسابي على هذا الكلام. فإذا وجود الإدة، وجود ميزان الماء قبل الاتفاق رح يخليك أنه أنت تفهم وضع الأرضية، وبنفس الوقت رح يخلي الزبون نفسه يعرف وضع الأرضية عنده. يعني أنا واحد من المقاولين مبارح كلمني، هو كان متفق عنده شخص عنده 100 متر مربع بده يساوي فيها معرض سيارات، ومعرض السيارات هذا معرض للسيارات فخمة جدا، فهو بده أرضية تكون معمولة ذاتية التسوية، تكون عم تلمع، تكون من أحلى ما يكون. طبعا المقاول راح حسب قال لك أنا هعمل له 2 ملي، وحسب الحسبة قال لك أنا هحتاج كذا عبوة مع كذا برميل بالسعر كذا، مع طاسع للزبون. هلأ لما راحوا اشتغلوا، طبعا هو ما أخذ إدة، ما أخذ هذا الكلام، حف الأرضية وسنفرة وعالج تشققات وحط طبقة أساس، لما أجى بده يستخدم طبقة الإيبوكسي ذات التسوية اكتشف أن الكمية اللي معاه ما راح تكون كافية للأرضية، بسبب أنه الأرضية ما كانت مستوية بشكل كامل، كان فيها عبارة عن حفر أمواج، هذه الأمواج أخذت حصص غيرة من الأرضية، فتخيلوا أنه هو اضطر يحط ضعف كمية الإيبوكسي اللي كان هو حاسب الحسبة عليها. لو كان الزبون غير متفهم لهذا الموضوع كان ممكن ما يحاسبه عليها، كان ممكن يقول له أنا ما لي دعوة، أنا اتفقت معك أنه أنت قلت لي بتكلف كذا، أنا أعطيتك حسابك، هلأ أنت ما عرفت تحسب هذه مشكلتك وليست مشكلتي.
إذا هنا من الضروري جدا أنك أنت تحمي نفسك كمقاول أولا، كشخص مسؤول عن هذا المكان. هذا ما راح يكلفك أنه أنت تأخذ معك الإدة الألمنيوم، تكلفته بسيطة، بأخذ معي ميزان المي، بأخذ معي أجهزة فحص الرطوبة. بالعكس، أنا راح أظهر قدام زبوني أنه أنا شخص فاهم أنا شو عم بسوي. وبنفس الوقت أنا لازم أوضح له لصاحب المكان أنه شوف، نتيجة فحص الرطوبة مثلا أنه طلع أنت عندك رطوبة، فأنا مضطر أني استخدم لك أساس مخصص للرطوبة وهذا سعره أغلى من غيره. فحتى لو إجا حد غيرك لازم هو يطلب منه وبنفس الطريقة، إلا لو سمحت أنا عاوز أساس خاص للرطوبة. مثلا أنت بتكون عم تظلم نفسك، غيرك حيعمل ما حيعمل هذا الكلام، وانت حتعمل هاي الفحوصات تتأكد انه هي فيها رطوبة، فيها تجاويف، فيها كذا، وحتاخذ حساباتك بناء. بينما ممكن يجي شخص جاهل مو فاهم اي شيء ويعطيه تسعيرة تكون ارخص من تسعيرتك، وبالتالي انت حتطلع برا المشروع. فاذا هذه من الاساسيات التي يجب اخذها في عين الاعتبار عند تطبيق هذا النوع من انواع الأطلية، اللي هو نحن سميناه الايبوكسي الذاتي التسوية. اذا هنا بالإيبوكسي ذات التسوية الموضوع لا يحتمل الخطأ، ولا يحتمل أنه إحنا نجازف، لأنه الخطأ مميت. يعني أنت مثلا لما بتقول أنت أنه العبوة مثلا عم بعمل أنا سماكة 1 مليمتر، فإذا هم بهالحالة عم استهلك أنا 1 لتر لكل متر. فمثلا لو كان أنا عندي العبوة 20 لتر، فالعشرين لتر الدوبن يعملوا معي 20 متر. فلو افترضنا مثلا أن عندي مساحة صغيرة جدا هي 100 متر مثلا، فأنا بهالحالة مثلا راح احتاج إلى 5 عبوات. إذا كان أنا بعد انتهاء المشروع هاي 5 عبوات كانت غير كافية، فأنا راح أخسر مبلغ كبير ممكن يوصل إلى 1000 دولار، نتيجة أنه أنا ما حسبت الحسابات بشكل صحيح في البداية. واضح؟ في حد عنده سؤال أو استفسار؟ في أي شيء مو واضح؟ تفضل. ذات التسوية هو يعني شغلته انه يساوي التسوية على الارضية، صح؟ مش شغلته انه يعمل تسوية، شغلته انه هو يعطيك سطح املس. املس تمام. هلا احيانا احيانا ممكن مثلا تلاقي انه نازل بالمواصفة انه انا بدي ايبوكسي ذات التسوية سيلف ليفلينج، واحيانا ممكن مثلا انت يكون مصنع بدي يركب مكنة، هذه المكنة تتطلب أن تكون الأرضية فيها زاوية الميول 0. فكيف أنا بعمل زاوية الميول 0؟ يعني بدي ركب المكنة أنه لما يحطوا عليها ميزان المي يطلع مستوي 100%. في بهالحالة أنا مضطر أني أستخدم إيبوكسي ذات التسوية. تمام، معناته ذات التسوية إذا بنساوي في التسوية لازم إجباري ما يكون بالرول. ما لا، إنما هون لا يستخدم الرول، قلنا بالذات التسوية عم نحكي صب دائما. انت قلت احيانا انه نتجه للخالي من المذيب نعمله بالرول. ايه ذات في فرق. شوف اخي الكريم، بين نقول طلاء ايبوكسي، بين من نقول ذات التسوية. ايوه تمام. لما منقول طلاء يعني هون يحتمل انه نستخدم فيه مذيب، يحتمل انه نستخدم غير خالي من المذيب. تمام. لما نقول ذات التسوية، ايه لما نقول ذات التسوية حصرا بده يكون خالي من المذيب، وحصرا بده ينصب صب. تمام. اما لما يكون بالرول ما راح تكون فيه رملة السيليكا. ايوه، ما بنحط له رملة السيليكا. تمام استاذ. تمام. احنا قلنا لانه رملة السيليكا يضاف لتدعيم السماكة. نعم صح. فاذا هون بهالحالة لما انا عم بشتغل بالرول قلنا نحن السماكة 200 مايكرون يعني ربع ملي تقريبا، فهون انا ما بحاجة لاي شيء يدعم لي السماكة. الشيء الثاني، إضافة رمل السيليكا، يعني لو أنت مثلا جيت قلت أنا عندي إيبوكسي خالي من المذيب بدي أضيف له رمل واشتغل بالرول، وجود الرمل قلنا بيزيد من سماكة الدهان، خليه تقيل لزج، هذه اللزوجة ما راح تخليه يفرد يعني ما راح تخليه يفرد رول بشكل صحيح، راح يطلع خشن نتيجة وجود الرمل، لأنه الرمل هون بهالحالة راح يزيد من لزوجة المنتج، راح يخليه تقيل بالفرد، فحيطلع ظاهر على سطح الإيبوكسي حركة الرول، حركة تجعيدة الرول احنا بنسميها. واضح؟ تمام واضح. فأنت مثل ما قلت لك لا تربط
بين خالي من المسيب، يعني هو عبارة عن منتج حصرا لاجل يتنفس صب، ولكن لما بنقول ذات التسوية ايه ساعتها هون حصرا لازم يكون خالي من المسيب. فهمت علي؟ يعني بمجرد ما قال لك انا بدي سيلف ليفلينج معناتها حصرا صار بدك خالي من المذيب، وصار حصرا بهالحاله بدك تصب وصب برمله السيليكا. مزبوط، برمل السيليكا او بدون، مو شرط، يعني ممكن تصبه بدون رمل السيليكا ما عندك مشكله، بس انا بدي اعمل واحد بنوفر اكثر، بنوفر اكثر لما يكون عندك، لما يكون عندك سماكه، لما يكون عندك سماكه بالعكس بصير بيعذبني. يعني لو مثلا انا بدي اعمل سماكه 1 ملي وحطيت رمل سيليكا وجزء الرمل يطلع على السطح، مظبوط بيعطي خشونه. نعم صح. اما لو بدي اشتغل انا 2 ملي لا لازم احط رمل سيليكا، 3 ملي لازم احط رمل. وحتى هون في نقطه مهمه، انه كل ما زادت السماكه لازم تزيد خشونه الرمل. يعني لما اشتغل انا 2 ملي بيكون رمل ناعم ناعم، لما بدي اشتغل فرضا 6 ملي او 7 ملي بصير الرمل خشن اقرب ما يكون الى البحص الناعم. وضحت بالنسبه لك؟ تمام واضح استاذ. يعني متوفر الرمل، متوفر موجود رمل، حتى انت لو ما لقيت رمل من الصحراء، رمل الصحراء تقصد رمل المزار نفسه؟ هلا ما بعرف شو بيقولوا له، بس هو مثل الرمل الموجود بالصحراء. شفت الرمل اللي بيطلعوا لك مثلا صور كثبان، كثبان رمليه، هذا هو رمل السيليكا. او الرمل البحري، رمل البحر بيمشي الحال بس بده يكون ناعم كثير. نعم. هلا اذا جبت رمل من البحر بهالحاله بدك تغسله مشان ما يكون فيه املاح، لان الاملاح ممكن تاثر على الايبوكسي، بدك تغسله وتنشره وتنخله وبعدين تعبيه باكياس. تمام، هي معلومه مهمه كمان استاذنا، هي في غايه الاهميه. اذا جاك رمل بحري هذا بيكون فيه نسبه املاح عاليه كثير، فانت لازم تغسله بمياه حلوه وبعد ما تفرده على اكياس نايلون مثلا او خيش بالشمس حتى ينشف، وبعدين لازم انت تعمل عمليه نخل، انك انت تاخذ مثلا منخل بمقاس معين، هذا المنخل بيعطيك الرمل ضمن المقاس اللي انت بدك اياه، بتعبيه بعدين باكياس يكون جاف وبتحطه بالمستودع. هلا عاده مصانع الدهانات بتبيع رمل السيليكا كطقم، يعني بيجي كطقم مع الايبوكسي ذات التسويه. يعني لما تروح انت بدك تشتري عبوه ايبوكسي ذات التسويه تاخذ عبوه دهان وعبوه مصلب وكيس رمل، يكونوا هن اخذين رمل ومعالجينه ومنجففينه وغاسلينه وكل هاي الامور، معبي لك اياه باكياس جاهز. مو بس هيك، بيكونوا معيري لك اياه كوزن، يعني انه هاي العبوه اللي عندك مثلا بدها 10 كيلو بيكون جايك كيس 10 كيلو. مضبوط، بيجي مع ال 20 كيلو 10 كيلو رمل. بالضبط، بيجيك مثل طقم يعني. تمام مضبوط. ولكن انت مثلا ممكن انت بظروف المكان او ظروف البلد ما فيها، ما فيك تستورد الرمل، في الحالة بدك تدور على الرمل مثل ما قلت لك، لازم يكون رمل الصحراء. ليش رمل الصحراء؟ لانه عندك حبيبات السيليكا لما بتنرص بجانب بعضها البعض بتشيل او بتتحمل قوه ضغط عاليه جدا، بينما فرضا لو جبت انت رمل ناتج من حجر جيري، تعرف الحجر الجيري اللي هو اذا مسكته بايدك بفتفت، هذا النوع من الحجر الرمل اللي بيصدر منه ايضا بيكون ضعيف وقابل انه هو يتفتت ويصغر اكثر، فممكن تحت الضغط انه يتكسر وبالتالي تتكسر معه طبقه الايبوكسي. يعني هون بهالحاله نحن مجبرين انه نستخدم رمل السيليكا لهذا الموضوع حتى ناخذ صلابه اكثر لطبقه الايبوكسي، وخصوصا اذا مثلا قال لك صاحب المكان انه انا عندي هون بهذا المستودع في عندي رافعه شوكيه تتحرك بشكل دائم في هذا المكان، او مثلا ضمن هذه المنطقه من المستودع هذه المنطقه بتدخل شاحنات حتى تحمل بضائع، فانت عم تتكلم عن 20 30 40 طن رابطه بمكان واحد واقفه وعم بتزيد الوزن. يعني انت لما عم بتحمل الشاحنه عم بتزيد الوزن على هذه الشاحنه، وهذه الشاحنه تضغط على طبقه الايبوكسي، وبالتالي اذا ما كانت مدعمه بشكل صحيح بحبيبات الرمل ستصير عمليه خسف بطبقه الايبوكسي وبالتالي كسر تشقق، هذا التشقق مع الوقت بصير الطبقه كلها
تطلع من مكانها. هي الخاصة بترتيب مكان العمل، يعني لما بكون أنا عم بشتغل إيبوكسي خالي من المذيب أو عم بشتغل إيبوكسي ذاتي التسوية في مساحة كبيرة، فبالتالي أنا بحاجة إلى فريق عمل كبير. يعني ما بيكفي أنه أنا مثلا جيب واحد أو اثنين أقول أنا والله بدي أعمل إيبوكسي ذات التسوية. هون لاحظ أنه صار في عندي عمليات خلط، صار في عندي عمليات فرد، صار في عندي استخدام لرولة الفخاخين. بالتالي صار عندي أنا بحاجة إلى فريق حتى يقوم بهذه العملية. هلأ في الدرس القادم حنتكلم إحنا بالتفصيل عن طريقة تنظيم العمل في المشاريع، سواء لما يكون عندنا إدهان يحتوي مذيب أو إدهان خالي من المذيب، وكيف إحنا ممكن إنه ننهي المشروع مهما كانت مساحته دون أن يسبب هذا أي مشاكل في طبقة الطلاء الموجودة. ورح نشوف فيديوهات أكثر لطرق التطبيق للجهتين، لإيبوكسي يحتوي مذيب وإيبوكسي خالي من المذيب.